السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي الأوفياء سعيدة بلقائكم في فيديو جديد إن شاء الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الظروف بإذن الله. اليوم كيف ما غتشوفوا معايا إن شاء الله عندنا عرض لواحد الشقة اللي هي تتواجد بإقامة الهدى شارع محمد بوزيان الدار البيضاء قريبة الحي البركة. كيف ما غتشوفوا معايا الشقة المساحة ديالها 56 متر مربع ومصلوحة مزيان كيف ما تتشوفوا. هذا الكولوار ديال الشقة، شقة تتواجد بالطابق الثاني من العمارة، مشمشة نهار كامل، يعني الشقة فيها الشمس تبقى فيها حتى العشية. المهم بقاو معايا باش تعرفوا معايا على هاد الشقة وكذلك تشوفوا الأركان ديولها. مرحبا بكم، معكم إلا تبقاو معنا حتى الآخر ديال الفيديو. الناس اللي اول مره تيشوفوا القناه ديالي مرحبا بكم، ما عليكم الا تشتركوا في القناه باش دائما يبقى يوصلكم الجديد من طرف قناتكم عقارات ام ملك الخاصه بالاشهار العقاري. الناس اللي باغيين يحطوا هكذا الاعلانات ديالهم مرحبا بهم، ما عليهم الا يتواصلوا بينا على الرقم ديال الواتساب يخليوا لي اوديو مرحبا ونجيو نصوروا لهم الشقه ديالهم ويكون خير ان شاء الله. المهم كيف ما تتشوفوا الارضيه اللي دايره في الزليج تبارك الله، الزليج ديجا عوده كامل، يعني الشقه معوده ليها الاصلاحات كامله. هذا الصالون المساحه ديالو كيف ما تتشوفوا ممتازه. هذا هو الصالون، المهم راه الشراجم كله اتجاه ديال الشمس ديال الشقه كامله. كيف ما تتشوفوا القفص، قفص يعني تخي سامبل ما مشارجيش، والصباغه راه الصباغه الزيتيه هي اللي دايره لهذه الشقه هذه كامله، صبوغه بالبلون كيف ما تتشوفوا بصباغه زيتيه. تنخليكم تشوفوا الصالون. كيف ما شفتوا في هاد الكوطيات ديال الصالون دايره بلاكارات ديال ديال الصبابات دايرهم في هاد البلايصات هادو، هما هادو اللي عندهم بيبان بالالومنيوم، هادو راه بلاكارات ديال الاحذيه خاصين بالاحذيه دايرهم في هاد لي كوطي هادو ديال الصالون. المهم كيف ما غتشوفوا معايا الشقه راه المساحه ديالها 56 متر مربع، ثمن تقول مولات الشقه هو 46 مليون وقابله للنقاش لانها خسرت عليها فلوس في الاصلاحات. كما غتشوفوا معايا حتى هو كذلك الحمام راه معود في الاصلاحات، بالنسبه للبلاكارات كلهم فيكس، وبالنسبه كذلك المطبخ كله معود في الجليج، معود في البلاكارات، معود في كل شيء، يعني الشقه كامله معوده في الاصلاحات. هنايا غرفه الجلوس هي فيها بلاكار فيكس ديال الحيط، المساحه ديالها كيف ما تشوفوها مساحه متوسطة، وعندها تاهي كذلك نافذة تشوف اتجاه ديال الشمس. هذه هي غرفة الجلوس، تكونوا خديتوا فكرة عليها. دابا تنتقلوا غرفة النوم. هذه غرفة النوم كيف ما غتشوفوها معايا تاهي في الفيديو، فيها بلاكار اللي هو فيكس، تاهي كذلك مصبوغة بنفس اللون اللي مصبوغة به البرطمة كاملة.
لاكار راه بيفان ديالو كوليس. إذن هذه هي غرفة النوم. دابا تنتقلوا ركن آخر من المنزل. هذا المطبخ كيف ما غتشوفوا هو كذلك مصلوح اصلاحات اللي ممتازه، معود في الجليج، معود في البوطاجيات، يعني كله معود في لافينيسيون ديالو كيف ما تشوفوها ممتازه. كل حاجه دير ليها المكان ديالها المناسب، يعني الثلاجه اونكاستري وكذلك بلاصه لا ماشينا لافي وبلاصة الفران. هذه هي لاكويزين كيف ما شفتوها على شاشة الفيديو، تتكونوا خديتوا فكرة عليها. الناس اللي مهتمين بشراء هذه الشقة مرحبا بكم، تواصلوا بالرقم اللي غادي تلقاوه على صندوق الوصف، هذاك الرقم راه ديال مولات الشقة، وكاين الرقم ديالي حتى هو كذلك، هذاك خاص بالإشهار العقاري. الناس اللي باغيين يحطوا هكذا الإعلانات ديالهم تواصلوا بينا على الرقم اللي غتلقاو في صندوق الوصف. وهذا هو المطبخ كيف ما تتشوفوا على شاشة الفيديو، راه مصلوح اصلاحات جد ممتازة. الناس اللي باغيين يشريوها راه غيجيو يدخلوا ويسكنوا، ما يعودوا فيها حتى شي حاجة في الاصلاحات. الثمن تقول هو 46 مليون وقابل للنقاش. تواجد بالطابق الثاني بإقامة الهدى، شارع محمد بوزيان، الدار البيضاء. المساحه ديالها كيف ما شفتوها راه 56 متر مربع، فيها جوج غرف، فيها صالون وفيها حمام وفيها مطبخ. دابا تنتقلوا للحمام. الحمام كيف ما شفتوا دايره لي باب بالالومنيوم وكذلك معوده لي حتى هو الجليج، ودايره فيه واحد السده حتى هي بالبيبان ديالها بالالومنيوم، معوده لافابو، معوده الكرسي، كلشي معوده. يعني الشقه تبارك الله راه متوله في الاصلاحات، في لافينيسيون ديالها ممتازه. الناس اللي باغينا مرحبا بكم، ما عليكم الا تواصلوا بمولات الشقه مباشره، والثمن راه تقول 46 مليون وقابل للنقاش. اخوان اللي اول مره تيشوفوا القناه ديالنا مرحبا بكم، ما عليكم الا تشجعونا بجيم الفيديو وبارطاج القناه باش هكذا تزيد تكبر يوم على يوم بكم ان شاء الله. هذه الاصلاحات اللي دارت ليها كيف ما شفتوا على شاشه الفيديو بالنسبه للحمام. المهم هكذا الاخوان تخليكم تشوفوا الكماله ديال الفيديو، ونبغي نقول لكم ما تنساوش دعمونا باللايك وبالاشتراك وبالبارطاج القناه مع الاصدقاء ومع الاحباب ديالكم ومع العائله. وهكذا تكون وصلنا لنهايه الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى فيديو اخر ان شاء الله.